السلام عليكم المتتبعين الأعزاء والمتتبعات العزيزات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. السلام عليكم مزيغنين وفي مزيغين، إريفيين تريفيين ماني مهتم، تمني إن شاء الله يا ربي أتيرين بخير وعلى خير والصحة أتيرين مليح إن شاء الله يا رب العالمين. كنرحب بكم جميعا في هذا الفيديو الجديد ديال هذا النهار. لأول مرة كيشوف القناة ديالي كنقول له مرحبا بك والف مرحبا، شكرا على الدعم ديالكم القناه ديالكم، وبكم ان شاء الله غادي نزيدوا القدام يا رب العالمين امين، والله يجيب التوفيق يا ربي لجميع المسلمين يا رب العالمين. هذا النهار جيت لكم بهذا الفيديو ليكم البنات، خاص البنات هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا. هذا الفيديو جيت نشارك معكم سر ديال الحمايه ديال البشره ديالنا من البرد. كما كنعرفوا يعني في هذا الجو البارد بزاف بينا اللي كيخرجوا، نسبه كبيره ديال البنات والعيالات والنساء لا الكبار ولا الصغار اللي كيخرجوا في الصباح بكري وكيضرب فيهم داك الصقيع وداك البرد للوجه. يا اما كاينه اللي خدامه، كاينه اللي كتقرا، كاينه اللي المهم كل وحده كتمشي للشغل ديالها، ولكن كيكون داك البرد قاصح في الصباح بكري وكيضربنا للوجه، وحنايا كنكونوا دايرين المرطب ديالنا للوجه ولكن المرطب غير كافي، لان داك البرد ديال الصباح قاصح بزاف خاصه على البشره ديال الوجه اللي حساسه بزاف. يا البنات يا البنات ما تغفلوش على البوماده ديال الشمس، ما تغفلوش على ليكرون، ليكرون ضروري ولو انه ما كتكونش الشمس خاصنا نستعملوه، لانه كيحمي البشره ديالنا كما كيحميها من الشمس كيحميها من البرد القارس. كما قلت واخا كنقولوا كنكونوا دايرين المرطب ديالنا، ولكن الكريمه اللي كنديروها كترطب لنا البشره دغيا كتشربها البشره ديالنا. اما ليكرون ولا بوماده ديال الشمس كيكون القوام ديالها سميك، هي كتكون غليظه كدير لنا واحد الطبقه على البشره ديالنا باش ما تضررش من الشمس وما تضررش حتى من البرد القارس اللي كيكون في الصباح بكري. ما تستغناوش واخا ما تكون الشمس، ديروها في الصباح قبل ما تخرجوا، تحمي لكم الوجه من البرد، لانه داك البرد حتى هو كيحرق لينا البشره ديالنا. انا شخصيا حتى انا ما كنتش كنستعملها، واخا البشره ديالي دهنيه كانت كتضرر ليا بزاف ملي كنخرج في الصباح بكري، ولكن دابا ملي بقيت كنديرها في الصباح ملي كنخرج سواء نصيف ولا في المشتا ولا كنديرها في هاد البرد منين كنخرج بكري، الحمد لله حسيت بان البشره ديالي يعني ما كتضررش بداك البرد اللي كنخرج فيه، ولهذا قلت نشارك الفيديو مع الاخوات ديالي حتى هما يستافدوا. في حرامين نو وصيغه كنتي نهاره سجن فيديو جديد فيديو يا خصك كنتيني غير مغارينين يا في حرامين، سواء انتيني تفغن غا الصبح زيش، سواء انتيني قان تي حتجيري نغي قان ني في حرم غاري ني خدمن فيني تفغن غا الصبح زيش يشاف تبايسن تصميض نروقتان رمشتا روقت رمجس قان اصميض نين رمشتا يقصح خثر مشت نغم بوبنغ، لانه ثر مشت نغم بوبنغ تزدات وحساسة كلشي تأثر ازاي صدغية تأثر، لانه اللي بقى اصميض نين يشاف الديزاينر يسحار رقم كثير مش تنى. واخا تيري ثقيل المرطب كريمه النمي ضمي ساطه بلا غنبوب، ولكن كريمه ني ساطه بلا غنبوب دغيا سيت فرمشت يعني يتغيما اخمي واحد كيف شان حاجت، ولكن فو ما ظن تفوشت تاف تقان غير الطبقة خو غنبوب ما يمين تاف ثقا ثقدا القوى من النس يقدا طبقة تقانغ إجن طبقة خومبوب فحما يانغ زوك سميض نيضاين غدي شاثن غا الصبح زيش ورنش
تغوات الدكخشة بوركي قاس غا الصبح والو ثفوشت ورخوذر وقت نرمشتا شي ماني تيري ياسينو يعني واتجيبو ثفوشت ني حارن واتجي من دايغاتك. ولكن اكتشف غد انها تقان غيجن الحماية ورن تاف زوك صمي بني داين غدي الشافن رومي تجاربو قد جبختف وفيق فعلا يعني وفيق جن الفرق نش البشرينو دهنية ولكن تغتز غي الطاس بسبب أصمي ذني ذايدي الشاثن غا الصبح قمت فغو طحق عار خدمت رخو الحمد لله رومي بذي غا تستعمل غفو ما ظن تفوشت غا الصبح سواء تغا تفوشت نيغ تغا واي تجيبو تفوشت وخا تغا ينزع أنا غدي أحمام إن شاء الله سو نزع بإذن الله وخا ينزع ممش نيغ تقا صمي ذني وظن غي تعريشا فير مش تنق وغنبوب ني غسات شعرك قد حرامين ورنش من يعني ثاني تفوشي النتيجة ني غس أتشارك شو تجي وقت قد على حسب فومضة فومضة ثني غام مش من مثقة استعمليت مش قا استعمال ثاني تاكورة ما من استعمال يعني نشتب الدارة حاليا استعمال ثاني تا بجس قام فوريفر أقد مهم حاليا تي استعماله ولكن ما عرف نظنيت استعمال شان نظنيت المهم اتقف فما ظن تفوش تي دي تسنك وغنبوب النم ممشي ميقا النوع النس فانيتا اكي كنت كمرغ فيديو ينو اذا كنتيني ار فيديو نظنيت ان شاء الله يا رب العالمين. هنا غادي نختم معكم المتتبعين ديالي الاعزاء الفيديو ديالي غادي نقولكم الى فيديو اخر ان شاء الله وشكرا جزيلا على حسن التتبع والله يلاقينا إن شاء الله جنة الفردوس الأعلى. يلا إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.